الفلسطين في طريقهم إلى المدارس من قبل الجنود المسلحين والناشطين في مجال كونسان، ولا سيتم مهاجمتهم بعنف من قبل المستوطنين وعن المزارعين، وحيث ليس هناك نفاق آمن إلى أراضيهم. سوف نتحدث أيضا عن الحركة المقاومة غير عنيفة وعن القانون الدولي، وأكثر من ذلك سوف نتحدث عن الحاجة الماسة لضمان المساعدة إزاء كل هذه الانتهاكات المتكررة. المتحدث الأول سميحة وراهينة، وهي شابة وناشطة في مجال حقوق الإنسان من قرية أتواني في جنوبي، وهي مؤسسة مع أخيها من حركة الشباب الصمود، وهي حركة مقاومة سلمية للشباب الفلسطيني الذين يصمدون أمام الاحتلال العسكري الفلسطيني. مرحبا بك سميحة، شكرا جزيلا على كونك معنا اليوم. الكلمة لك، لك 10 دقائق، تفضل. مرحبا بكم جميعا. نحن نعمل في إيجار المتطوعين، نريد أن نتحدث عن جبال جنوب الخليل في جنوب الضفة الغربية. هناك تواصل ضعيف على الإنترنت. سيدة سميحة، هل تسمعونني؟ مرحبا الأخت سميحة. أعتقد أن هناك مشكلة على صعيد التواصل بالإنترنت، لنرى إذا كان يمكن حل المشكلة بسرعة، وإلا نعطي الكلمة للمتحدث التالي ونعود إلى السيدة سميحة لاحقا. سيدة سميحة، هل تسمعينني؟ نعم أسمعك، هل تسمعينني؟ نعم، كانت لدينا مشكلة على صعيد التواصل، تفضلي استأنس. هل تسمعونني بوضوح؟ نعم، تحدثت عن حياتنا اليومية كفلسطينيين نعيش بين المستوطنات في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وسأتحدث عن حقوقنا البسيطة كبشر على في ويتم انتهاك هذه الحقوق يوميا من قبل الاحتلال والمستوطنين. مثال بسيط على ذلك، الأطفال في المدارس عليهم أن يمروا بالمستوطنات للذهاب من قراهم إلى مدارسهم، والمدرسة ليست كبيرة، ولكنها سوف أو قد تهدد بالتدمير في أي لحظة. حقوقنا في مجال الإسكان، هذه أيضا من الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها البشر كلهم في ربوع العالم. فإنما نعيش في منازلنا لا نشعر بالأمان بسبب إمكانية تدمير المنازل في أي لحظة، ونحن نعيش في خوف، ونحن كفلسطينيين في جبال جنوب الخليل حينما نتحدث عن كوننا في منازلنا ووجود غارات ليلية ونحن ننام في غرف النوم. إذن هناك اعتداء إلى داخل المنزل وغرفة النوم، ويمكن أن نهاجم في أي لحظة. نتحدث عن الخوف من الدخول في أذهاننا. نحن نخشى عن أسرنا وأراضينا والأشجار التي زرعناها والتي يمكن تدميرها في أي لحظة من قبل المستوطنين الذين يلجؤون إلى التطهير العرقي. نحن كفلسطينيين نعيش تحت نظام من التمييز العرقي العنصري،
هنا وواجهوا هذا التطهير العرقي والعنصري. هناك فلسطينيون يعيشون أو لا يسمح لهم بأن يعيشوا بشكل عادي، لابد أن يتركوا مناطقهم حتى يتم الاستيلاء على أراضيهم وإنشاء مستوطنات جديدة عليها. نحن نخاف، كلمة الخوف كلمة كبيرة، ويمكن أن تشتمل هذه الكلمة على مشاعر كثيرة من مشاعر البشر. نحن كفلسطينيين نواجه هذا الخوف بسبب الاحتلال الإسرائيلي والذي يتوغل في حياتنا اليومية. مثلا النساء يخشون دوما على أطفالهن بسبب المستوطنات، وكل صبيحة وظهيرة يوم لا تعرف إذا كان الأطفال بأمان. انتهاكات لحقوق الإنسان هنا، ليست هناك أي حقوق، فحقوقنا منتهكة كفلسطينيين وكناشطة في حركة الصمود، حيث نقاوم بشكل سلمي ونوثق ما يحصل يومياً في منطقة جبال جنوب الخليل والتدمير الحاصل في هذه المنطقة والهجمات، هجمات المستوطنين ضد رعاة الأغنام. والجيش يطلق الرصاص على الفلسطينيين القاطنين في هذه المنطقة. كل هذه هي جرائم ترتكب ضد الفلسطينيين حتى يغادروا المنطقة ومنعهم من الحياة العادية. ونريد أن نذكر هذا الخوف، هذا الرعب الذي نعاني منه يومياً كفلسطينيين، رجالاً ونساءً وأطفالاً هم لا يهتمون بذلك، ونحن كناشطين ننتمي إلى عائلة لها تاريخ في مجال المقاومة السلمية منذ فترة طويلة، وقد هجمنا من قبل المستوطنين. أخي وأبي كلهم اعتقلوا واحتجزوا مرارا، تم قيام بغارات في منزلنا لكونهم مجرد ناشطين يعملون من أجل السلام. نحن نفتقر إلى حريتنا، الحرية لعيش يوما عادية دون أن نواجه أي عنف من الجيش أو المستوطنين. لو قررنا أن ننام نخشى أنه في كل لحظة قد تكون هناك غارات ليلية، أو نستيقظ ونرى هناك أمر بتدمير المنزل، وقد لا يسمح لنا بالنفاذ إلى أراضينا أو أن نصل إلى تعليم، وكل ذلك بسبب الجيش والمستوطنين والاحتلال الإسرائيلي. لكن في نفس الوقت لابد أن نكسر هاجس الخوف، وفي نفس الوقت كما ذكرت سابقا أن نخشى 24 ساعة وعلى مدار الساعة ما قد يحصل في أي لحظة، وبالتالي لا نشعر بالأمن والسلام في أي مكان وفي أي زمان. هذا ما أردت أن أقوله باختصار. شكرا جزيلا سميحة على مشاطركم بتجربتكم وعلى شجاعتكم. شكرا جزيلا على العمل الدؤوب المنجز في الميدان. يمكن أن تعتمدوا على تضامننا ودعمنا. ننتقل إلى المتحدث التالي، بهجة الحلو. آسف إذا أسأت لفظ الاسم. رئيس زيادة الوعي في اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان حيث يعمل منذ 2007 وهو قائم في غزة. مرحبا بك بهجة، شكرا على حضورك معنا. الكلمة لك 10 دقائق. شكرا جزيلا. سوف أركز على أهم الآلية العقوبية الدولية الأساسية لحالة تصريف العدالة
في جبال جنوب الخليل، أن الاحتلال الممدد لفلسطين ما زال العقبة أمام إمكانية ضمان دولة فلسطين الحقوق الأساسية لمواطنين فلسطين، لا سيما الكرامة وتحقيق المساواة المعيشية الملائمة. أن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي كلها تضعف قدرة الفلسطينيين المسؤولين عن تصريف واجباتهم القانونية في جبال جنوب الخليل، والذي يخضع للتحكم الإسرائيلي الكامل في منطقة جيم إيريا سي من الضفة الغربية. والاحتلال الإسرائيلي يبني المستوطنات ويقوم بممارسات لمنع وصول السلطة الوطنية إلى جبال جنوب الخليل لتوفير المواطنين بالاحتياجات الأساسية. وفي ظل هذه الخلفية المروعة وكدولة طرفنا، يمكن فلسطين أن تلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية لإحالة تصويت العدالة من أجل المواطنين وإحالة مرتكبي جرائم إسرائيل أمام العدالة. ما هي العلاقة بين فلسطين والمحكمة الجنائية الدولية؟ في الواقع في 22 من يناير كانون الثاني 2009 السلطة الوطنية الفلسطينية أطلقت تصريحا بموجب المادة 12 ثلاثة من نظام المحكمة ما يسمى بنظام روما، تم الاقرار بالسلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فإن مكتب المدعي العام أطلق تفحصا أوليا لتحديد ما إذا كان هناك أساسا معقولا للمضي قدما للتحقيق. وفي نيسان أبريل من عام 2012 فإن المدعي العام خلصت إلى أن وضع فلسطين في الأمم المتحدة كهيئة مراقبة كان حاسما، وأن فلسطين ما كان بإمكانها أن توقع أو أن تصادق على نظام روما في ذلك الوقت، ولا أن تودع تصريحا بموجب المادة 12. لكن في 29 نوفمبر 2012 فإن الوضع القانوني لفلسطين قد رفع إلى دولة مراقبة غير عضو، وبالتالي فإنه يمكن فلسطين أن تصادق على معاهدات حقوق الإنسان وأن تكون دولة طرف معترفا بها دون أي قيود أو استثناءات. وفلسطين قد مارست بالكامل حقوقها كدولة طرف. مثلا ممثلو فلسطين حضروا اجتماعات جمعية الدول الأطراف وصوتوا على كافة القضايا بما في ذلك في جملة أمور انتخاب قضاة المحكمة، بل أن فلسطين انضمت إلى نظام الواجبات. يناير من كانون ثاني 2005 فإن دولة فلسطين أعلنت تصريحا بموجب المادة 12-3 حيث قبلت بالسلطة القضائية للمحكمة على الجرائم المزعم ارتكابوها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية منذ يونيو حزيران 13-2014. في ذلك الوقت تذكرون كانت هناك الحرب في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا. وفي 16 فإن المدعي العام بدأت بتحقيق أولي، وفي 22 مايو 2018 فإن فلسطين قدمت المدعية عامة مقترحا عن الوضع في فلسطين وفقا للمادة 13 ألف والمادة 14، وأن خطاب المقترح قد طلب من المدعي العام التحقق في الجرائم الماضية والراهنة والمستقبلية التي تندرج في السلطة القضائية المحكمة والمرتكبة بكافة أجزاء أراضي دولة فلسطين. مثل هذا المقترح لم يؤدي تلقائيا إلى إطلاق التحقيق، بما أن المدعي العام نفسها ما زال كان عليها أن تحدد ما إذا كانت معايير القانونية لإطلاق التحقيق بستوفي شروطها. وفي 20 سبتمبر كانون الأول 2019 أعلن المدعي العام أنه تعقيبا لتقييم موضوعي ومستقل وكامل المعلومات الموثوقة بها والمتوفرة لمكتبها، فإن التفحص الأول في وضع فلسطين قد خلص إلى تحديد أن كافة المعايير القانونية بموجب المادة 53-1 من نظام روما لإطلاق تحقيق قد تم استيفاء شروطها. والمدعية العامة أعلنت أنها كانت راضية بأولاً أنه كان هناك أساساً معقولاً للاعتقاد أن جرائم الحرب كانت قد ارتكبت أو أنها ترتكب في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة،
وثانيا أن القضايا المحتملة الناشئة عن الوضع ستكون مقبولة، وثالثا أنه كان لم تكن هناك أسباب تدعو إلى اعتقاد أن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة. ثم أن طلب المدعي العمل مؤرخ 22 يناير 2022 قبل عامين، والمكتب حدد موقفه القانوني وشجع الغرفة على الاستماع إلى الآراء والحجج من كافة أصحاب الشأن قبل اتخاذ قرار حول مسألة السلطة القضائية المحددة المطروحة أمام الغرفة، والغرفة قامت بذلك واستمعت إلى كافة الآراء. وختاما في الخامس من شباط فبراير 2021 قررت الغرفة بالأغلبية أن المحكمة يمكن أن تمارس سلطتها القضائية الجنائية في وضع فلسطين، وأن النطاق المحلي لهذه السلطة القضائية تمتد تشمل غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. والغرفة قررت بالأغلبية أن فلسطين دولة طرف في نظام روما، والأغلبية قد حكمت أيضا بأن مقترح فلسطين حول الوضع يجبر المكتب على أن يطلق تحقيقا. وفي العاشر من آذار مارس المدعي العام للسيدة فاتو بنسودة أكدت في 3 مارس آذار إطلاق تحقيق حول الوضع في فلسطين، والتحقيق سيغطي الجرائم في إطار السلطة القضائية المحكمة، لكن من المدفوع عنها ارتكبت في الوضع منذ 13 من حزيران يونيو 2014 أي تاريخ الذي قدم المقترح عن الوضع، وذلك لدى مكتب المدعي العام. السؤال الذي يطرح، السؤال الأساسي يطرح، لماذا المحكمة الجنائية الدولية؟ المحكمة الجنائية الدولية هي الهيئة القضائية الدولية الأساسية المسؤولة عن مساءلة هؤلاء الذين ارتكبوا خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف، والمحكمة هي الآلية الجزائية الدولية الأساسية إذا كافة الجرائم ضد قواعد القانون الإنساني الدولي. ونظام روما قد حدد 4 جرائم أساسية: الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وهذه من نوع الجرائم التي ذكرتها سميحة، وجريمة الاعتداء. هذه الجرائم لن تخضع لأي تقييدات، وجرائم المرتكبة من قبل القوى الاحتلال الإسرائيلية في جنوب أو جبال جنوب الخليج التي تملكها دولة فلسطين، وهي دولة تدير أراضيها والتي ارتكبت فيها الجرائم المعنية ارتكبت فيها، وبالتالي فإن المحكمة يمكن أن تمارس سلطتها القضائية. والجرائم المرتكبة من قبل القوى الإسرائيلية والمستوطنين الإسرائيليين هي جرائم حرب بموجب السلطة القضائية للمحكمة. المادة 8 توضح أنه أو تنص على النظام ينظر في جريمة حرب في ظل السلطة القضائية المحكمة، فالنقل المباشر أو غير المباشر من قبل قوى الاحتلال، وهذا ما نص عليه نظام روما في المادة 8، أي النقل المباشر أو غير المباشر من قبل قوى الاحتلال لأجزاء من السكان المدنيين في الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو جزء من السكان في الأراضي المحتلة الداخل أو خارج هذه الأراضي، هذا يعتبر جريمة حرب. إضافة إلى ذلك فإن المستوطنات الإسرائيلية كانت تمثل جريمة حرب، كما خلص إلى ذلك السيد مايكل ليك في تقريره الذي عرضه أمام مجلس حقوق الإنسان في 9 من تموز يوليو 2020. نحن نخلص إلى أن جرائم إسرائيلية في جبال جنوب الخليل ولا سيما العنف الممارس من قبل المستوطنين ضد المدنيين في جبال جنوب الخليل وضد ممتلكاتهم تمثل جريمة حرب تقتضي المساءلة من قبل قادة والمسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي، وأن دولة فلسطين لابد أن ترفع قضية المستوطنات على أنها جريمة حرب مستمرة تخضع للسلطة القضائية للمحكمة. شكرا جزيلا.
شكرا سيد بهجت، شكرا على هذه المساهمة المهمة وعلى إثارة المسألة الحاسمة خاصة بالمسائلة، وعلى التأكيد على دور الهام للمحكمة الجنائية الدولية وإطلاقي التحقيق من قبل المحكمة مصدر وأمل لنا جميعا. وفي ظل الأراضي الفلسطينية المحتلة يتم تحريم الفلسطينيين من العدالة، وبهذا الصدد المتحدث الذاتي لويجي دانييلي أستاذ في جامعة قانون نوتنغهام يدرس ويقيم بحوثا هناك في القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، سيقدم لنا بعض التفاصيل حول نظام العدالة العسكرية المفروضة على المفروض على الفلسطينيين من أركان احتلال الإسرائيلي، وحيث سنستمع إلى تداعيات هذا النظام القضائي غير العادل والذي هو آثار وخيمة وتمييزية. مرحبا لويجي، شكرا على انضمامك إلينا، الكلمة لك، تفضل. طابت ظهيرتكم جميعا، هل تسمحونني؟ نعم نسمعك جيدا، شكرا. طابت ظهيرتكم، شكرا على هذه الدعوة، وطابت ظهيرتكم سميح آميكول بهجات والبروفيسور لينك، شكرا جزيلا للمنظمين على هذه الفرصة لإجراء المناقشة ولمناقشة مع الناشطين والممارسين ومع الأستاذ لينك. أريد وبإيجاز أن أتطرق إلى مظهر من مظاهر الاحتلال الإسرائيلي، وكما قالت نيكول تؤثر بشكل كبير على المواطنين في منطقة الخليل وفي الضفة الغربية عموما. وفي رأيي المتواضع هذه الظاهرة لم تحظى بعد بالاهتمام المؤسسي والقانوني المستحق، وأنا أتحدث طبعا عن نظام العدالة العسكرية الإسرائيلية. بسبب القيود الزمنية سأحاول فقط أن ألخص لكم بعض السمات وبعض المظاهر الهامة لهذا النظام من وجهة نظري الموائمة مع المعايير الدولية. إشارتي الأولى إلى التركيز الغريب في السلطات التنفيذية والقضائية وفي أيدي الجيش الإسرائيلي، بالنظر إلى أن المعايير التشريعية التي تديم هذا النظام القضائي فقدت مرجعيتها الأولى للقانون الإنساني الدولي أشهر قليلة بعد دخول نفاذ المحاكم العسكرية الخاصة بالاحتلال. منذ ذلك الوقت لم يكن هناك أي شهر مرجعية للقانون الإنساني الدولي في أكثر من 2500 حكم عسكري مسألة جوهر التعديلات بهذا الحكم العسكري. لماذا أتحدث عن تركيز لكل السلطات على الفلسطينيين في أيدي العساكر؟ وذلك أولاً لأن القوة أو القائد العسكري الذي له السلطة المطلقة لإصدار الأحكام أو إبطالها، ولكن القائد هذا يتمتع بصلاحيات قوية لتعيين العدالة العسكرية، وله دور على صعيد الهرمية وعلى سبيل التلخيص، فهذا يعني أنه لهذه المحاكم هناك إمكانية من أن القضاة الذين يترأسون المرافعات سيكون عند مرتبة أدنى من القائد العسكري. وما هو مهم فإن السلطة للحفاظ على النظام العام، وهذه من المهام التنفيذية وصلاحيات الانتقال، وبهذا الصدد فكلنا نعرف أن انتظام الانتقال العشوائي والاحتجاز العشوائي وهو خاضع لتدفق مستمر للتبليغات من قبل المنظمات الحكومية حول التعسف الحاصل على صعيد إجراءات الاعتقال نفسها، وكذلك اتهامات بوجود التعذيب وسوء المعاملة خلال الاستجوابات. وفي حالة الاحتجاز الإداري نحن نتحدث عن التدابير المتخذة
إذا أي جنحة أو جريمة، وحيث ليس هناك اتهام رسمي صادر ضد المتهم، وليست هناك أدلة يكشف عنها في أغلب الأحيان في المرافعات أمام المحاكم العسكرية بالنظر إلى المسائل الأمنية. إذن المحتجزون الإداريون محرمون منذ البداية بالحق والذي يتمتع به المدعون المدعى عليه في المحاكم البدنية، وهم لا يعرفون متى سيتم إطلاق سراحهم. فالمنظمات الغير حكومية أشارت إلى التعذيب النفسي في إطار هذه الدورة المستمرة من عدم اليقين للاحتجاز، وليس هناك أي قيود على مدة تمديد الاحتجاز، لأن الأحكام التي تفرض الاحتجاز الإداري حتى لو كانت المدة 6 أشهر هذه يمكن تجديدها دون أي قيود أو حدود. باختصار، فإن صلاحيات الإسرائيلية القضائية مطلقة على الفلسطينيين، لأنها تجمع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية القضائية في نفس الأيدي. ونعرف بعد إصدار تقرير Human Rights Watch كان هناك حوارا حول مسألة التمييز العرقي أبارتايد، وتصوروا أن نظام العدالة والذي يرفض مبدأ محلية السلطة القضائية المحاكم، ومنذ بداية الثمانينات قد حاكم في المواطنين والمقيمين والمستوطنين الإسرائيليين وفقا للقانون المحلي الإسرائيلي أمام المحاكم الإسرائيلية، في حين أن الفلسطينيين قد خضعوا للسلطة القضائية للمحاكم العسكرية. هذه السياسة للعدالة الازدواجية قد جعلت هناك هيكلا للتمييز قائما على الجنسية، وهذا ما وهنا حاولت أن أقدم لكم بعض الأمثلة التوضيحية، أن الفرق الشاسع والواضح في فترات الاحتجاز القصوى قبل أي حالة الشخص أمام القاضي، 24 ساعة بالنسبة للقانون الإسرائيلي المحلي في مقابل 8 أيام في ظل القانون الاحتلال، واحتجاز الأقصى دون التمتع بالمحابي 48 ساعة وقت القانون المحلي بالمقارنة مع 90 يوما وفقا للأحكام العسكرية الإسرائيلية، فترة قصوى للاحتجاز دون اتهام 30 يوما وفقا للقانون الإسرائيلي المحلي في الحالات الاستثنائية بالمقارنة مع مدة لا نهاية لها وفقا للأحكام العسكرية دون اتهام بجريمة. هناك مثال مثير للقلق آخر يشير إلى ذلك، تمييز التعامل مع القاصرين. ووفقا للقانون الإسرائيلي القاصر هو من لم يبلغ 18 سنة، أما الحكم العسكري 1640-2009 قد أنشأ محكمة عسكرية منفصلة للأطفال الفلسطينيين، وأدى إلى وضع حد 42 سنة من حاكمة أطفال لم تتراوح أعمارهم أكثر من 12 سنة في بعض الأحيان، وتم محاكمة البالغين. وحتى بعد هذه التعديلات فإن الفلسطيني البالغ 16 سنة وفقا لهذه الأحكام ما زال يعتبر شابا بالغا. أتحدث طبعا عن الفروقات المعيارية، ولكن التمييز القضائي يتفاقم أهمية بسبب الإجراءات الإدارية وسياسات الإنفاذ القانوني والممارسات القانونية. تصوروا منظمة تحلل قضية جرائم التي يرتكبها المستوطنون، ومنظمة كيشدين منظمة متطوعة حقوق الإنسان تشير إلى أن 85.3% من التحقيقات تغلق بسبب فشل محققين الشرطة في تحديد مواقع المتهمين أو تحصيل أدلة كافية لدعم الاتهامات، و7.4% فقط في المئة من التحقيقات أدت إلى إدانات ضد المشتبه بهم، وواحد من بين 3 من هذه الإجراءات القانونية انتهت بإدانة كاملة أو جزئية. وأن احتمال أن الشكوى المقدمة للشرطة الإسرائيلية من قبل فلسطين يؤدي إلى إدانة المتهم هو عند 1.8% فقط. بالمقابل، وهذه ربما أهم مسألة تجريبية لمن يتهم في محاكم أو نظام محاكم عسكرية، ما يقارب من 90-95% يتم إدانتهم، مع بعض الأرقام القياسية التي وصلت إلى 99.74%.
من الإدانات لمن تم اتهامهم. هذه البيانات توصلنا إلى الخلاصة بأن في نظام العدالة الازدواجي يؤدي إلى يبين وجود نظام تمييز عنصري عرقي مؤسسي. والمنظمات الحقوقية ترى بأن أكثر من 800 ألف من المحتجزين منذ عام 1967 بطريقة أو بأخرى قضوا أسابيع بل سنوات في السجون الإسرائيلية. ومروا مرور الكرام إلى الخلاصة، كل ذلك يشير إلى سياسة من الحبس الشمولي أو حبس الجماهير، ويثير مسألة العلاقة بين هذه السياسة والقانون التي يتم انفاذه من قبل المحكمة العسكرية. حتى هنا فقليل من الأمثلة المبيحية تصوروا المادة 215 من قانون الأحكام الأمنية تفرض سنة من السجن لأي فلسطيني يهين جنديا أو يقوم بأي عمل مهين إزاء شرف الجندي أو يتصرف بشكل مهين إزاء أحد قوات الدفاع الإسرائيلية أو رموز قوات الدفاع الإسرائيلية. بعبارة أخرى، هناك فرض للعقوبات على الفلسطينيين الذين لا يحترمون المحتلين. والأكثر قلقا، الأحكام الطويلة التي تفرض على هؤلاء الذين يؤيدون أو يعربون عن تعاطفهم لمنظمة عدائية وغير قانونية، وهذه تدخل منظمة التحرير الفلسطينية وكان القوانين الإسرائيلية في العديد من مكونات المجلس التشريعي من ناحية التقنية كانوا قد انضموا إلى منظمة غير قانونية. المادة 251 تنص على أن كل من يسعى شفوياً أو بطريقة أخرى لأن يؤثر في الرأي العام في المنطقة أي في الضفة الغربية على نحو قد يضر بالسلم العام أو بالنظام العام، أو ثانيا قد يقوم بعمل مع منظمة عدائية كأن يرفع العلم أو يبين رمزا أو يقوم بشعار أو يغني أو أي تعبير صريح أو عمل يعبر من خلاله لتعاطف في مكان عام أو مما يسمح للناس أن يرى وأن يستمع إلى مثل هذه التعابير، هذا سيحاكم بعشر سنوات من السجن. إذن تجريم التعبير عن الرأي، وكذلك تجاوز المبدأ العام للشخصية. فهناك مواد تنص على مثلاً مادة 231 أن عضو في مجموعة، وحيث أن عضو أكثر من هذه المجموعة أعضاء آخرون في المجموعة يرتكبون جنحة وفقا للقسم 230 يحملون أسلحة يعرضون للسجن المؤبد، بمعنى أو يحاكمون بالسجن المؤبد. هذا يعني أنه بغض النظر عن معرفة عضو آخر في المجموعة، فشخص يمكن أن يحكم عليه لتصرف شخص آخر حتى لو لم يعرف هذا الشخص عن هذا التصرف. وهذا واضح وتناقض مع الضمانات الأساسية للنظم القانونية التي تحكمها سيادة القانون. حاولت أن أضرب لكم بعض الأمثلة، لكن يمكن تفهموا أن المحاكم العسكرية تطبق نموذجاً استبدادياً للعدالة، والذي لا يعيق بحسب حقوق الإنسان الفلسطيني وإمكانية العدالة في حياته اليومية، بل يجرم طرقهم السلمية للتعبير أو الادعاء بحقوقهم لحق تقرير المصير. إذن يقال أن هذه التشريعات من وضعت لحماية الأمن الإسرائيلي، لكن يبدو لي أنها ترمي إلى الحفاظ على الحكم على الأراضي، أراضي الضفة الغربية بشكل مستدام. بالتالي فنظام المحاكم يعمل كنظام للمحاكم للانضمام غير المشروع للأراضي الفلسطينية. آخر نقطة أود الإذاع بها ثم سأسكت لأترك المجال للبروفيسور لينك لأن يتقدم بمداخلته، وكما يمكن للناشطين أن يشهدوا اليوم، هذه التشريعات الاستبدادية لا تعمل بشكل منعزل.
لدينا نظام من التراخيص ومن تجريم التجول في بعض المناطق المحددة أو البقاء بالقرب من المناطق العسكرية التي تجعل الفلسطينيين مدانين لانتهاكهم لنظم التراخيص هذه كل عام. وعندما ننظر إلى أراضي فيها 98 نقطة تفتيش و 60 كيلومترا من الحواجز، 24 كيلومترا من الخنادق، 24 بوابة طريق، يمكن أن تتصوروا معنى ذلك، لأن نهدد بعشر سنوات من السجن للدخول في مناطق محظورة. باختصار وأختم حديثي، هذه التشريعات تجعل كل فلسطيني تحت الاحتلال مجرما محتملا، وما أعمله هو أننا نحشد طاقاتنا لتوسيع نطاق التحقيقات الذي يقوم به مكتب المدعي العمل لمحكمة الجنائية الدولية، لكي يشمل التحقيق ما يتعلق بجريمة الحرب بتحريم الأشخاص المحميين بالحق في العدالة المنصمة في إطار نظام المحاكم العسكرية. وكما قلت، هذا النظام يعمل كأداة لضم الأراضي بشكل تدريجي. أعمل أن تواجد المقرر خاص اليوم سوف يلفت النظر لنظام العدالة هذا، إذ لا يمكن أن نعلن عن مشروع للانضمام الاستعماري نكون غير قانوني وغير مشروع، ثم نتجنب العقوبات في شكل العنف المؤسسي المستخدم لتحقيق ذلك وحماية ذلك المشروع نفسه. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم. شكرا جزيلا سيد لويجي على هذا العرض الشامل والواضح وعلى هذه المساهمة وعلى الفات النظر إلى التمييز العرقي والعنصري الذي أدى إلى أنواع من التمييز الذي يعاني منه الفلسطيني. شكرا جزيلا على التأكيد على الحاجة للتنديد بظلم نظام العدالة هذا ولتوسيع نطاق تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية لهذه الجرائم المرتكبة. شكرا جزيلا لويجي. أخيرا وليس آخرا، سنستمع من البروفيسور مايكل لينك المقرر الخاص للأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. البروفيسور لينك له سيرة أكاديمية طويلة وتجربة طويلة في الميدان، ومنذ تعيينه مقررا خاصا في عام 2000 و16، وبالرغم من عدم التعاون إسرائيل وضغوط مفروضة على ولايته، فقد عمل على نحو دوم لتوثيق ورفع تقارير حول كافة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة، ويحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته قانونية ودولية للتصدي لهذه الانتهاكات ووضع حد للاحتلال غير المشروع للحكومة الدولية. البروفيسور، شكرا على قبولكم دعوتنا، الكلمة لكم. شكرا جزيلا على هذه المقدمة، وشكرا على الدعوة للتحدث كجزء من هذه المجموعة من المحاضرين حول انتهاكات حقوق الإنسان في جبال جنوب الخليل، وأشكر سميحة وبهجة ولويجي على العروض الرائعة المقدمة. هذا الحدث يسلط الضوء على نمط من انتزاع الملكية بشكل مهين والذي لا يلفت الانتباه له. أنا أعرف جبال جنوب الخليل، فقبل سنوات وخلال انتفاضة الفلسطينية الأولى عملت للأمم المتحدة في دور من أدوار الإنسان، وقد ذهبت إلى كافة ربوع الضفة الغربية وبشكل منتظم كنت أسافر إلى الخليل وإلى مخيم الفوار للاجئين، وهذا العمل كان يأخذني إلى يطا وإلى جبال التي تقوم حوله. وهنا في بيتي في شرق كندا هناك سجادة حمراء جميلة من الصوف على الأرض من قرية ثواني. وفي الأسبوع الماضي فإن صحيفة هارت الإسرائيلية قد نشرت مقالا كتبه جون ليفي وألكسندر حول أسرة مزارع فلسطينية مسنة تعيش بالقرب من مستوطن الرجائل الإسرائيلي غير المشروع. أحثكم جميعا على قراءة المقال لأنه يرسم صورة غامقة يمكن أن تتصوروه عن أوضاع المعيشية المشابهة للتمييز العرقي
الفلسطينيين الذين يعيشون في جبال جنوب الخليل. أسرة حمادي عليها أن تأتي بمياه شرب ومياه زراعة، وتم مصادرة هذه المياه من الإسرائيليين. هذه المياه تكلفهم $300 أمريكي كل شهر، ولكن مستوطن أبيغال مرتبط بشبكة المياه الوطنية الإسرائيلية وينفذ بشكل لا نهائي إلى المياه الرخيصة وإلى شبكة الكهرباء. قبل أسابيع عدة، وحينما قامت مجموعة مناهضة لإسرائيل ودفاع من الجسام حاولت تأتي بمياه لأسرة حمادي على سبيل التضامن ودون أي تحرش ملحوف، أن جيش إسرائيل قد أطلق الأسلحة المسيلة للدموع وصادرت هذه اللوائح الطاقة الشمسية المقدمة من قبل أوروبا أو منظمات حكومية أوروبية، لأن إسرائيل لا تسمح للعائلة بالارتباط بشبكة الكهرباء. وهذا تضامن ورحب به ومهم له، لكنه لا يكفي لحماية أسر حمادي وغيرها و300 ألف من الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة جيم من الضفة الغربية. منطقة جيم أو إريا سي التي تمثل 60% تقريبا من الضفة الغربية قد أنشئت من قبل اتفاقيات أوسلو، وكان المفترض تنتهي عند 1999 مع استقلال فلسطين. لكن على غرار العديد من سمات هذا الاحتلال، فهذا الترتيب المؤقت له شعور بالديمومة. دعوني أسلط الضوء على ثلاثة أنماط راهنة في جبال جنوب الخليل. هذه الأنماط تمثل الواقع الحالي والمسارات المستقبلية لهذا الاحتلال المستمر. أولاً، ما يحصل في جبال جنوب الخليل مثال واضح عن مساعي إسرائيل لضم ما تبقى من أراضي فلسطين. وقادة سياسيون إسرائيليون لا يخفون طموحهم بتوسيع نطاق سيادة إسرائيل على الكثير من أراضي الغربية، فيتركون دولة ممزقة كرؤيتها للحل القائم على دولتين. وجبال جنوب الخليل جزء من خطط ضم الأراضي الفلسطينية، وكل قائد سياسي إسرائيلي يناهض من أجل إسرائيل الكبرى. ولتحقيق هذا الهدف معناه استراتيجية إسرائيلية مستمرة للمزيد من الأراضي وعدد أقل من الفلسطينيين. وفي جبال جنوب الخليل هذا يعني مصادرة الأراضي الفلسطينية لتمكين إنشاء ونمو المستوطنات اليهودية وإنشاء مناطق لطاق السلاح ومنع تقديم تراخيص الإسكان للفلسطينيين حتى لا يتمكنوا من توسيع نطاق منازلهم وبناء منازلهم الجديدة. هذا التشجيع من قبل الجيش الإسرائيلي لزيادة العنف ضد المزارعين الفلسطينيين ورعاة الأغنام، وهذا يعني جعل النفاذ إلى المياه وطاقة الكهرباء من قبل الفلسطينيين أمراً صعباً لم يكن مستحيلاً. وفي نهاية المطاف هذا يعني الحفاظ على بيئة تذكر الفلسطينيين بأنهم شعب خاضع وأنهم لهم حقوق سياسية وقانونية أدنى مما يتمتع به المستوطنين الذين يحكمون حولهم، وأن الحقوق التي لديهم لن تحترم ولن لا يمكن إنفاذها. النمط الثاني الذي أريد أن أسلط عليه هو أن هذا الاحتلال يحكمه القانون الدولي، ولا سيما قانون الإنسان الدولي والقانون الجنائي الدولي. فالمجتمع الدولي قد أنشأ هذه القوانين خلال 75 سنة ماضية، ويراد منها أن تطبق بشكل متكافئ دون خوف ودون أي تفضيل بما في ذلك لاحتلال فلسطين. ما يجري في جبال جنوب الخليل غير قانوني أساساً وفقا للقانون الإنساني الدولي. دعوني ألخص ما هي هذه الانتهاكات. كقوة احتلال إسرائيل يمنع منها أن تضم أي أراضي سواء من أرض الواقع أو قانوناً، هذا أمر محظور وفقاً للقانون الدولي. والمستوطنات الإسرائيلية ليست انتهاكاً صارخاً فقط لاتفاقية جنيف الرابعة، بل إنها جريمة حرب مفترضة وفقاً لنظام روما لعام 1998 لمحكمة الجنائية الدولية. النزوح الإجباري والإلزامي لشعب محمي في ظل الاحتلال ينتهك الحماية الصارمة التي تفرضها اتفاقية جنيف الرابعة، وقد تمثل جريمة حرب وفقاً لنظام روما. ثم أن إنشاء
وترسيخ نظام ازدواجي للحقوق الاجتماعية والقانون السياسية بين الشعوب المحمية وبين المستوطنين قد يمثل جريمة التمييز العنصري والعرقي. إن الهدف وراء قوانين الاحتلال هو أن تكون هناك قوة محتلة مثل إسرائيل وأنها تقوم بضم أراضي الفلسطينيين، ولابد للشعب الفلسطيني أن يحكم نفسه كشعب حر. والنمط الأخير الذي أريد أن أؤكد عليه هو ما له علاقة بالمساعدة الدولية، فليس هناك أي احتلال في العالم المعاصر الذي تم ووجود مجتمع دولي عالم بالخروقات الخاصة بالقانون الدولي وعارف بالنوايا المعروفة بضم الأراضي وفرض سيادة إسرائيل عليها، والتي لها إحاطة إعلامية كاملة حول المعاناة التي يواجهها الشعب المحمي في ظل الاحتلال، وغير وراغبة في أن تنظر إلى الأدلة الواضحة المعروضة أمامها حتى تستخدم الأدوات السياسية والقانونية الكثيرة لوضع حد لهذا الظلم. والمجتمع الدولي الذي تحمل المسؤوليات القانونية الطعن فيه ووضع حد للأعمال غير المشروعة كان قد خلص من زمن بعيد، أن إسرائيل الدولة المحتلة لم تكن جدية في وضع حد للاحتلال. ويفهم ذلك أن هناك أمثلة واضحة كما هو حاصل في جبال جنوب الخليل، حيث تم منع المظاهرات وأن ذلك لا يغير من الواقع في الأرض. فلابد من استخلاص الدروس ولابد من تحقيق القرارات الكثيرة التي لم يتم تنفيذها وصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة حول الوقائع في الميدان، وكذلك الجولات اللانهائية من المفاوضات. مثل هذا المجتمع الدولي لابد أن يتخذ التدابير الحذرة واللازمة كي يبني جماعيا قائمة بالتدابير المضادة الفعالة التي ستكون مناسبة ونسبية للملابسات. المجتمع الدولي سوف يدرك أن التدابير الشجاعة والإرادة لإنفاذ المساعدة في ظل أي ملابسات سوف يحسن من فرص أن الجولة التالية أو أن المحتل لن يتمكن من الاستمرار في عمله. إذن لابد من إثارة موضوع في أرفع مستويات الجدول الأعمال السياسي الدولي حول احترام فلسطين ومنع الاحتلال إسرائيلها. أختتم حديثي بالقول بأن الشعب جبال جنوب الخليل وشعب الفلسطيني وكثيرون يعملون على نحو دون، وكثير منا في منطقة متحدة نفهم النضال من أجل الكرامة والمساواة والحرية، أن تحقيق حقوق الإنسان هي من مصلحتنا جميعا. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا للبروفيسور لينك على هذه الملاحظات الملهمة ولكل العمل الذي تنجزونه على صعيد مجلس الجمعية العامة. وفي ظل منظومة الأمم المتحدة كثير من الناس أمثالكم يفهمون ويدعمون النضال الفلسطيني، نحن نقدم كل دعمنا وتضامننا للشعب الفلسطيني. الوقت يداهمنا، لدينا وقت لطرح سؤال أو سؤالين. وأرسلتني زميلتي سؤالا حيث، وهذا سؤال موجه للأخت سميحة، والسؤال: ما هو الهدف الأساسي من مجموعة ناشطين صمود، ولماذا قررتم بإطلاق هذه الحركة وهذه المجموعة السيدة سميحة؟ أعرف نفسي، نحن مجموعة نؤمن بالمقاومة السلمية، وأنشئت مجموعتنا في 2017، ونحن ناشطون سلميون
الصوت ضعيف للأسف، يقول المترجم. هناك خطط المستوطنين لمصادرة الأراضي، وبالتالي مجموعتنا بدأت بعدد من الأفراد. بدأنا بأنشطتنا اليومية كناشطين في مجال حقوق الإنسان للدفاع عن حقوقنا كشعب فلسطيني، كما ذكرت سابقا، لأننا منتهكون من قبل الجيش المحتل الإسرائيلي، ولا بد من مرافقة الأطفال الذين يذهبون من بيوتهم إلى مدارسهم وعليهم عبور مناطق المستوطنات، وأن ندون ونوثق كل الانتهاكات التي ترتكب ضدنا. ومن خلال علاقاتنا مع الناشطين الفلسطينيين والدوليين الآخرين، بدأنا بالتحدث بشكل أكثر عن هذه الحركة، حركة الصمود. الشعب الفلسطيني بدأوا يعيشون في مغارات وفي مناطق صودرت أراضيهم أو تم تدمير بيوتهم من قبل المستوطنين، لأنهم أرادوا أن يمحوا أي هوية فلسطينية على الأراضي الفلسطينية لاستخدام هذه الأراضي من أجل المستوطنين. وكنا نعمل في هذه القرى لإعادتها كما كانت. وكما تعلمون، نحن نعيش الآن في عام 2021، وهناك أناس فلسطينيون يعيشون في خيم وفي مغارات ويبحثون عن العدالة في هذه الأزمان، لأن أراضيهم تم مصادرتها من قبل المستوطنين. ونشعر أننا نتحمل المسؤولية لكي نجري الأنشطة المختلفة التي كان سلفنا يقومون بها. وكما ذكرت سابقا، لدينا خطة رئيسية، لدينا مدرسة، وبعد فترة طويلة من المقاومة للاحتلال تمكنا من تقديم الخدمات لقريتنا، لكن هناك قرى أخرى تفتقر إلى هذه الخدمات. نحاول دعم القرى الأخرى قدر المستطاع لتوفير المياه صالحة للشرب لها، لكن هناك جيش إسرائيلي في هذه المناطق، والمسلمون مثلا جدتي ووالدي وأناس آخرون في القرية يقاومون لحد هذه اللحظة. ومن مسؤوليتنا أن نهتم بالمسنين، فهناك من يعتقد أن المسنين سيموتون وتنسى ذكراهم ويمكن احتلال فلسطين بعد ذلك، لكننا نناضل ونكافح كشباب ونتعلم، وسنقود المقاومة التي بدأها السابقون قبلنا. ونحن نؤمن بحقوقنا وإن تم انتهاكها من قبل الجيش والمستوطنين. وبالتالي ولدت حركة الصمود من قبل مجموعة من الأفراد الذين يؤمنون بالمقاومة السلمية وأن فلسطين ستكون حرة يوما ما، ونؤمن بحقوقنا ونريد أن ندافع عنها حتى النهاية. شكرا جزيلا سميحة. ما زال لدينا دقيقة، وهناك سؤال معروض على كافة المحاضرين، ولا يمكن أن نخوض في تفاصيل السؤال، لكن السؤال هو أن سياسة الاستيطان والاحتلال وإخلاق الطرق من قبل السلطات الإسرائيلية في فلسطين يمكن تحديدها رسميا كإبادة عرقية وفقا للقانون الإنساني الدولي. هل هناك من يرغب في التحدث عن هذا الموضوع؟ لويجي بهجت
بسرعة بالنسبة للإبادة العرقية. لا نرى النوايا الواضحة للقضاء بدنيا على الناس، لكن أرى جذور أيديولوجية مترسخة في هذه المسألة القانونية. لو كنت مدعي عاما لن أحاول وصف هذه الجريمة، لكن سأدرس هذه الجريمة لأرى ما إذا كان هناك سياسات في الخلفية ترمي إلى القضاء على الفلسطينيين من بعض المناطق. شكرا جزيلا. وأعقب على ما قاله زميلي لويجي، المادة الثامنة من نظام روما أجاب عن هذا السؤال وذكر أن هذا جريمة حرب، هذه إبادة عرقية، وأن النقل المباشر أو غير المباشر من قبل القوى المحتلة لجزء من المدنيين في الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو جزء من السكان داخل أو خارج هذه الأراضي. إذن ما تمارسه إسرائيل تعتبر جريمة حرب أو جرائم حرب، ولا سيما ما يتعلق بمسألة جريمة الإبادة العرقية وما يحصل في القدس الشرقية وجنوب جبال أو جبال جنوب الخليل. شكرا لك يا بهجت. إن لم تكن هناك أي ملاحظات أخرى، الساعة الثالثة الآن، إذا يمكن أن نرفع هذه الجلسة الآن. مرة أخرى شكرا جزيلا لكل المحاضرين المرموقين والمتشرفين الفوريين وكل هؤلاء الذين عملوا لتنظيم هذا الحدث على هامش الدورة 48 من حقوق الإنسان. شكرا جزيلا على حسن إصغائكم، ونتمنى لكم أمسية طيبة. الوداع وداعا. Bene, siamo offline.